يا أهلي يا عالذكريات، ده في عشقك يا ما قلنا وغنينا حاجات. يا أهلي يا عالذكريات، يا كيان في القلب حبه حيفضل للممات. الأهلي دي قصة غالية، نصر وبطولات، لونك رمز البطولة يا نادي المعجزات. أجيال بالدم كتبت أعظم تضحيات، ولا حد في يوم هينسى رجال ماتوا فداك. يا نادي الوطنية مهما كان اللي كان، نسرك بعيون قوية علي طول الزمان. يا ابويا زمان علمني انك سر الحياة، ويا اهلي وقام اللي فات، ضحكة ودمع وفرحة متلتة الذكريات. انا مهما يا اهلي ببعد تلاقيني في المعاد، واقف دايما في ظهرك بطولة يا شباب. يا نادي الوطنية كل العالم وراك، الأحمر سر نصرك، جمهورك ده حماك. يا أهلي يا عالذكريات، يا كيان في القلب حبه حيفضل للممات. أمنية حسن. يعني زي ما حضراتكم كده سمعتوا، هي مش بس مطربة، هي ممثلة ومطربة وأهلوية جدا، وليها ذكريات كمان كتيرة قوي مع الأهل، وليها أدوار مسرحية. خلينا على كل حال نعرف كل ده، ونعرف كمان الأغنية الجميلة دي برضو كواليسها إيه. نرحب بالموهبة الجميلة أمنية حسن. صباح الخير. صباح النور. منورانا. تسلمولي يا رب. ويعني خير استهلالة كده للفقرة دي بصوتك الجميل. لا، وعايز أزود بقى اللي أنت قلتيه كمان. شوفي كل الباكج اللي أنت قلتيها دي، زودي لنا بقى عليها وطبيبة أمراض جلدية. ده كتير يا جماعة. ده كتير والله. عرفتي تعملي الموازنة دي ازاي بين دراسة الطب؟ وطبعا احنا عارفين ان الطب دي محتاجة يعني تركيز تفرغ وتركيز ويعني وحاجات كتير، فعرفتي تعملي ده كله والله ازاي؟ والله هو الاثنين كانوا بالنسبة لي بيكملوا بعض. يعني طول عمري من وانا صغيرة لازم يبقى في شق فني مع الدراسة، فمن أول ما دخلت الكلية قررت ان انا لازم يبقى نصي التاني موجود عشان أعرف نفسيا اوازن ما بين الحاجه اللي بحبها بجد وما بين دراستي. والحمد لله ان انا كنت برضو متفوقه في الكليه، يعني ما كنتش اللي هو يعني بمثل وبغني ومنفضه للموضوع، لا، فالحمد لله. يعني بص، الناجح بيبقى ناجح في كل حاجه بنسبه كبيره. نروح بقى للغنى، وقولي لنا اكتر يعني امتى اكتشفتي اصلا ان انت عندك صوت حلو؟ انا والدي الله يرحمه كان تربيه موسيقيه، وكان دايما بيدعمني، طالعة من بيت لحد ما فني، بسمع مزيكا من زمان قديمة، فلقيت نفسي فجأة رايحة ناحية الغنى والطرب أيام أنا كنت صغيرة. يعني أول بقى ما دخلت الكلية عملت حفلات في الجامعة، خدت أفضل صوت لمدة حوالي 7 سنين الكلية، والنص التاني كان في التمثيل في المسرح برضو، خدت حوالي 3 مرات أفضل ممثلة. قررت بعديها بعد الكلية إن شاء الله إن أنا أعمل باند. فمن 2016 وأنا عندي الباند الخاص بي. عندك باند؟ ده من كم شخص يعني؟ إحنا حوالي 10، باند كبير. بنلعب مزيكا ما بين الشرقي وما بين الجاز الغربي. بعمل حفلة كل فترة، فيعني بحاول إن أنا الحاجة دي تفضل معايا طول الوقت. حلو جدا. جميل، برافو عليكي. طيب، من المعروف عنك ان انت عندك قصه حب قويه جدا مع النادي الاهلي. فيعني هل بدايتها كانت كمشجعه اهلاويه، ولا كنت مثلا بتلعبي رياضه معينه ضمن فريق من فرق النادي؟ بدايتك كده وتعلقك بالنادي الاهلي واهتمامك بان انت تغني له جه منين؟ وراثه برضو من بابا الله يرحمه، كان هو اهلاوي متعصب جدا، ومن زمان كان بياخدني معاه الاستاد. احنا كنا عايشين في الكويت فتره كبيره، فاي ماتش للاهلي وفريق كويتي مثلا كنا لازم نروح نتفرج.
جيت مصر قررت ان انا لا لازم اروح اشوف التجربه الفظيعه دي بنفسي يعني. فبقى نص الحياه ماتشات الاهلي في الاستاد وفي اسكندريه في اسماعيليه في كل حته. فجي من هنا ان انا يعني كنت مواظبه ان انا اتفرج. حب النادي كده اتخلق لوحده بجد. فمن هنا قررت ان انا اكتب له والحن له وعشان كده طلعت اهل الذكريات. طب ما نسمع كده الغنوة الأولانية هي أهل الذكريات. لا نسمع بقى حاجات تانية. حاجة تانية؟ طيب في غنوة أنا شغالة عليها مع حد من أصحابي شاعر اسمه معتز المرغني. لسه بنظبطها يعني فيا رب أفتكر الكلام. بتتكلم عن الأهلي برضو. وطول عمره أهلي وطول عمره سبقك مسيرته سفنته بتوقف مراكبك بيمرض ويرجع ويتعب ساعات لكنه في دولابه سنين انجازات. وطول عمره بادئ وطول عمره ثابت ده نادي المبادئ بصالح وثابت ده اسمك يا أهلي بيرعب في قارة بتلعب وتكسب في أرضك وبرة. نادينا يا أهلي يا نادي المجرة نادينا نلبي في ساعتها نداك. جميل جميل حلو ان اغانيكي كمان مختلفه عن يعني عن الاغاني اللي اتعملت قبل كده للنادي الاهلي وبعدين فيها تاتش طربي صريح يعني مش مجرد الاغاني الحماسيه التقليديه لا في تاتش طربي بتستعرضي من خلاله امكانيات صوتك. فبالمناسبه انت بتحبي تسمعي لمين وبتحبي تغني لمين؟ انا بسمع من زمان جدا بقى عبد الوهاب ام كلثوم طبعا انا يعني متربيه على الاصوات القويه دي. محمد فوزي بحب الستايل الاغاني بتاعته جدا اللي هي برضو بتجمع ما بين العربي واللاتين. هو يمكن بدايه المزيكا المختلفه كانت من محمد فوزي بالظبط جدا ومبهج. هو مبهج وهو بيغني جداً جداً. حاليا بقى انا برضو انغام بالنسبه لي شيرين مدحت صالح الاصوات اللي كلها سلطانه يعني. تحبي تسمعي بقى انا عايزه اسمع لمحمد فوزي. الله ممكن اسمع على الباب انا على الباب خليني اختار انا احسن عشان ما نوعش في حته الحفظ. ايوه طب اللي انت عايزاه طبعا. طيب انا عامله في الباند ميدلي للناس العباقره دول فهختار لك. حلو طب ما نسمع جزء منه على فكره سواء لمحمد فوزي او غيره يعني مع بعض بقى. يعني خليكي بحبوحه كده احنا بنتكلم في ثلاث العالم. انت عايزه ميداليه برونزيه في كاس العالم. يا سلام يا سلام. ما نسمعش ميدلي كده. حاضر. تربينا يا قلبي ولا تقوليش السكه منين ده حبيبي معايا ما تسألنيش رايحين على فين على فين على فين على فين على فين فين قلبي فين قلبي يا ناس دلوني 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 عليه تهمني خلاص وازاي ازاي ازاي الاقي فين قلبي يا ناس دلوني عليه تيرا لا 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 تيرا لا 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 تيرا لا 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 داري العيون داريها السحر ساكن فيها 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 داري العيون داري العيون داري العيون تيرا لا 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 أحلفك بعذابي
اللي انت عايش فيه متهني وحلفك بغرامي اللي لا انا بك يوم ولا انا ابني وان جيت في يوم وما حبتنيش اكدب عليا ولا تقول لي خلينا احبك تيرارارا وافضل احبك من غير ما اعرف ايه سر قلبك خليني 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 احبك. حلوه دي للفالنتاين قوي النهارده وعيد الحب اغنيه مناسبه جدا. هو محمد فوزي كمان يعني كان جميل شخصيته كانت كاريزماتيك جدا صوت جميل تمثيله كان حلو مش فاكر بقى مطرب دخل التمثيل لا يعني انا بحبه. بس عندي سؤال انت بتقولي ان من وانت صغيره بتحبي الطرب بتحبي تسمعي الناس يمكن يعني اعتقد انت عندك مثلا بكتير 25 سنه صح مش مهم بس انت شكلك لا اكبر اكبر يعني 30 سنه ماشي يعني ستيل صغيره برضو بس عارفه اجيالنا دي مش متعوده ان هي تسمع احنا ما اتولدناش كانوا لسه المطربين دول على الساحه يعني فهي دي الفكره. انت يمكن باباكي هو السبب في ده مثلا بابا السبب الله يرحمه وفي نفس الوقت لان ده اللي كان بيطربني يعني اللي كنت بسمعه ساعتها في جيلنا مثلا تمانينات تسعينات ده اللي كان بيسلطني اكتر وغير ان انا بحب التمثيل فبتفرج على افلام قديمه كتير فطبعا برضو خدت منها الناس اللي كانت بتغني زي محمد فوزي زي جميل التمثيل بتاع ابيض واسود اصلا احلى افلام لحد دلوقتي اتفرج عليها بص بعد 60 سنه مثلا حاجه فظيعه حاجه فظيعه طبعا وده اللي بنتعلم منه. يعني هل في ينفع مثلا يكون في شق شدك اكتر يعني مثلا انت بتحبي التمثيل وبتحبي الغنى وبتحبي التاليف وبتحبي التلحين طب لو اتكلمنا على الميكسات اللي ممكن تحصل من خلال المسرحيات زي اللي انت شاركتي في بطولتها اعمال غنائيه تمثيليه في نفس الوقت يعني التمثيل الغنائي انجاز التعبير نفسي انا اشتغل حاجه كده يعني هو حاليا انا ان شاء الله بحضر لمسرح لعرض مسرحيه شغاله مع مسرحيه غنائيه ولا عاديه هي لا انا بالنسبه لي دوري غنائي مع المخرج احمد سمير ريان وان شاء الله اقدر اعمل فيها التاتش ده انا عملته قبل كده في الجامعه كتير ان انا بمثل وبغني وبرقص وفي نفس الوقت بنقدم حكايه لطيفه فانا نفسي اخد الستايل ده وامارسه شويه حلوه كتير في المسرح بالذات في الفتره الاخيره للاسف دي حقيقة. فاتمنى يا رب ان انا اعرف اعمل حاجه حلوه ان شاء الله. طب انت عايزه بصراحه بقى يعني غنى وفن ولا طب؟ الطب مهنة أساسية بالنسبة لي يعني أنا مش حابة أسيبها أنا بحبها جدا بحب شغلي جدا أيوة بس بتمارسيها إمتى؟ وبمارسها الصبح عندك وقت تمارسيها أصلا ولا لأ هو ده السؤال هي دي بقى التركة إزاي إن أنت تجمع ما بين الحاجتين وتبقى ناجح فيهم طب أنت إزاي عارفة تجمعي يعني قولي لنا يومك كده لو أنت عندك عيادة أو عندك كشوفات وفي نفس الوقت لو عندك بروفات أو لو عندك حفلة يومك بيمشي إزاي؟ يومي بيمشي إن أنا بصحى الصبح جدا بدري جدا أروح العيادة اشتغل لحد وقت معين اخلص لو عندي بقى بعديها بيبتدي يوم تاني فني عندي بروفا عندي ورشه مسرح عندي غنوه بسجلها مش كل يوم طبعا الكلام ده يعني برضو الفن مش كل يوم انت بيبقى بيطلع فيه حاجه يعني فبحاول ان انا اوازن ومش شغاله مثلا طول الاسبوع في العياده فبرضو بدي نفسي وقت ان انا ابقى ما بين ده وما بين ده جميل ادعوني ان انا اعرف اكمل كده عشان الواحد طالما عرفت تقطعي الشوط ده كله ان شاء الله هتعرفي تكملي بالظبط هي الفكره انت عايز ايه وتشتغل على ده يعني انا بحاول ما اقصرش في حق حاجه يعني برافو عليكي حتى لو في صعوبات واجهتك وطبيعي هيحصل بس خليكي فوكست خليكي مركزه في اللي انت عايزه توصلي له الموضوع مش صعب يعني الدرجه. بصي بقى احنا عشان الوقت بيجري فانا هنسمع منك تاني بس قبل ما نسمع عايزين الاغنيه اللي احنا سمعناها للاهلي في البدايه خالص كواليسها ايه يعني مين الف مين قال اصلا عايز اعمل اغنيه مين لحن يعني الكواليس اهلي الذكريات كلامي ولحني كلامك ولحني برافو عليك وكان توزيع حد من اصدقائي اللي بيلعبوا معايا في الباند اسمه حسن محمد ويمكن دي من اكتر الاغاني اللي بتطلب كل حفله
فجأة الأعلام بتطلع، فجأة يلا نغني أهلي للذكريات. فحتى وانا بكتبها حاولت استرجع فيها ذكرياتنا في الاستاد، ذكرياتنا واحنا بنتفرج على الماتشات، تاريخ النادي، يعني حاجه قريبه جدا من قلبي. احنا لينا في ذمتك عدد واحد اغنيه نختم بيها الفقره دي. أوكي يعني طبعاً. قبل ما نطلع فاصل، احنا طبعا للاسف وقتنا في الفقره دي تحديدا انتهى، فهنطلع فاصل، بس هنطلع الفاصل ده مع الصوت أيوة الجميل الحلو اللي حضرتك هتسمعه. انا عايزه اقول ان انا كنت مبسوطه جدا معاكم، وشرفت ان انا موجوده في قناه النادي الاهلي، وان شاء الله قريب نعمل حفله كبيره كمان في النادي باذن الله. حاجه للفالنتاين برضو كده رايقه. بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق، بتكتب اسمي يا حبيبي على رمل الطريق، وبكرة بيشت الدنيا عالقصص المجرحة، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينمحى، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينمحى. وهديتني وردي فرجيتها لاصحابي، خبيتها بكتابي زرعتها على المخده، وهديتك مزهري لكن تداريها ولا تعتني فيها، تضاعت الهدية وبتقلي بتحبني، ما بتعرف قديش لازالك بتحبني، وليش دخلك ليش. بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق، وبتكتب اسمي يا حبيبي على رمل الطريق، وبكرة بتشت الدنيا عالقصص المجرحة، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينمحى، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينمحى.